السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديوهات اللي فاتت نزلنا ازاي تحرك الصورة اللي هي الصورة الثابتة ازاي بتحركها. دلوقتي ازاي هنحرك الصورة وهنخليها تتكلم عن طريق التطبيق ريفيس اللي موجود في الوصف اسفل الفيديو. تدخل تقدر تنزل التطبيق. التطبيق استخدامه بسيط جدا، بس كل اللي عليك انك بتعمله تنصيب وبتثبته عندك على الجهاز. وابدأ افتح. اول حاجة هنا بيظهر لك دي الواجهة الرئيسية للتطبيق زي ما انت شايف هنا. انت كل اللي عليك بس عايز تخلي الصور تتكلم بالشكل ده كده، بالشكل اللي قدامك ده. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ بنزل على بلس او علامة الزائد او الاضافة، عندي اد هنا، تضغط عليها ضغطة كده بيظهر لك الصور اللي هي بتاع الديمو للتطبيق نفسه. سيبك منها خالص، انت بتنزل على الجاليري او الصور اللي عندك، وبختار الصورة بتاعتي هنا. تنتظر شوية بس لحد ما تترفع عندي على التطبيق. ده صورة الفنان عمرو دياب، تمام. بيقول لي هنا انت عايز تخليه مثلا يقول ايه بالظبط. لو قلنا سي اول على التطبيق نفس الكلام هنا، بتخليه يقدر يتحرك بالشكل ده كده، تمام. ونفترض مثلا انا هختار هنا، تمام. بعد كده بضغط على كلمة ريفيس، زي ما انت شايف هنا ده بدأ الصورة تتحرك وتتكلم كمان. عايز تعملها سيف، بتضغط على كلمة سيف او حفظ عندك، على طول بتنزل على الجاليري. طيب انا لو حبيت اخليه اختار حاجة تانية يتكلم باسلوب تاني، بنزل برضو بضغط على الجاليري هنا، برجع اضغط على الصورة وانتظر لحد ما تترفع على التطبيق، تمام. بعد كده انا اقول له سي اول، اخلي مثلا يتكلم بالاسلوب ده واقول له ريبيسنج. زي ما انت شايف هنا هو برضه بدأ يحرك الصورة وبدأ يتكلم في الصورة هنا، تمام. كده انا شرحت انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك. هتلاقي لينك التطبيق موجود في الوصف اسفل الفيديو. متنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. نشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.